مرحبا حبايب، كيفكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم في مقطع جديد. صار لي زمان ما نشرت تقريبا شي 20 يوم مقاطع ما نشرت، كنا نسوي بثوث مباشرة. هلا رجعنا، ومقطع اليوم عبارة عن تفتيح باكجات 100 صندوق كلاسيكي و80 صندوق تقريبا الامداد. اوكي حبايب القلب، مقطع كتير حلو، حصلنا كتير اللبسات وسكنات، اشياء كتير حلوة ما كان عندي في، كان استمتعت وهيك اشياء، حبيت انشره اما كمان على اليوتيوب. مثل العادة رح ربح 10 اشخاص، كل واحد 63 شدة على الفيديو الجاي. اوكي، يعني بتطبق الشروط على هذا الفيديو، الفيديو الجاي من انشر رح ربح 10 اشخاص وهكذا. اوكي حبايب، الشروط انك تكون مشترك في القناة، انك تعطي لايك على هذا الفيديو وتشوف الفيديو من الاول للاخير، وتكتب تعليقات كتيرة. التعليقات شو هي؟ تكتب تعليق حلو ومشجع إلي، وتكتب الاي دي تبعك، وتكرر ما في مشكلة، وتكرر من كذا حساب عندك ما في اي مشكلة. بخليكم على المقطع، وان شاء الله تكون كتير كتير حلوة وتعجبكم، وان شاء الله نسوي اكثر فيديوهات حلوة. مالك هلا هلا، اليوم تفتيح باكجات للصبح، تفتيح باكجات من هلا للصبح. تفتيح باكجات يعني كلاسيكية، وفي عندنا 80 صندوق كمان، 100 صندوق كلاسيكي و80 صندوق الامداد. يعني اليوم ولع معي، اليوم ولع معي انا. هاي الصناديق، خليني افرجيكم. 100 صندوق كلاسيكي، 101 صندوق كلاسيكي عندي، و82 صندوق الامداد. نقول بسم الله، يلا نبدأ. اول 10 العيون اللي هلا راح يعطونا لايك، اول 10 العيون اللي هلا راح يعطونا لايك مباشرة، اللي تشوف هذا الفيديو اعطينا لايك. يلا نقول بسم الله. بدون سكيب طبعا، راح اسوي بدون سكيب كلها، بدون سكيب. يا رب يا رب يا رب يا رب. نلعب يعني الممرضة يا زلمة، هاي الممرضة بشرفكم، هاي الممرضة تطلع لنا بشرفكم. يلا بس حلو، يعني هاي الممرضة انت ما عندي اللي بتسوي. يلا خير ان شاء الله. نعيد 10 ثانيين الاشخاص. لا هاي العيون دور، العيون دور، هاي 10 العيون دوره. يلا يلا، بسم الله بسم الله بسم الله. زرب على هيج لاعب زرب عن جد. هذا اخر واحد اللي خليل حمودي. يلا 10 العيون اللي راح ما مشترك راح يشترك هلا القناة تبع اليوتيوب. اذا انت ما مشترك اشترك هلا. 10 لعيونك، شوف حظك، شوف حظك. يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا رب يا رب. شنو هاي السبيد؟ مدري شنو هاي الملزقات؟ شان الله، هاي شنو الملزقات؟ يا الله طلع لكم. اوه والله طلع لي خوذه، خوذه خوذه، راحت علي خوذه. يمكن ما عندي وقت، ما عندي والله. بس حلوه، ها حلوه مش حلوه؟ والله حلوه، والله حلو صراحة. خلينا نفتح شوي الامداد، نشوف الوضع تبع الامداد. يلا 10 لعيون اللي لسه ما معطينا لايك، هلا يعطينا لايك. يلا يا ربي. يلا يلا بنقول بسم الله. يا رب يا رب، طلعنا اللبس المسك. يا ربي والله طلعت لي تبع المسك بس مؤقتة. يلعن ابوها يا زلمة، يلعن ابوها، طلعت لي بس المؤقتة. يا ربي ما بعرف الكم، خليني اشوف مؤقتة. كم ايام؟ كم يوم؟ 5 ايام. يلعن ابوها يا ربي يا ربي. نفتح العشرة تبع الكلاسي، نشكل مشان 10 العيون المسك. يلا المس كيف؟ يلا 10 العيون الكلاسيك. يلا يا رب يا رب، قولوا يا رب يا رب. اوه الباقي طلعت، والله الباقي. انت ما عندي باقي يعني. ابدا ما عندي باقي يعني. شنو طلع عليك؟ الباقي باقي. يلا عليك حظ يا رب. انا عارف انا ما عندي بقي، ما كان عندي بقي، بقي عادية ما كان عندي. هاي اللي صار عندي هاي الحمرة شوي. بس الله خير ان شاء الله، يمكن طلعنا شيء حلو. خلينا نفتح حظ زربة، الزربة اليوم. في 10 العيون زربة اليوم، نقول بسم الله ونبدي. يا الله يا رب يطلع لنا مسك، يا رب السيارة الام فور، هاللبسات المسك اللي قدام. يا رب يا رب يا رب يا رب. يا اخي مشان الله هاي السبيد. والله شنطة حلوة كتير كتير.
حقيب الضار عازف الموسيقى لك والله حلو والله صراحة حلو. خلينا نشوف. انا عندي شنطات عندي زبالة صراحة، الشنطات عندي زبالة. بس والله حلو ها. اوه حلو هاي حلو هاي. مالك عاش شاب الكلاسيك، انت عم شاب الكلاسيك. انا اشوف 10 العيون فالكون، يلا 10 العيون فالكون يلا. يا الله يا الله لبس مسك مشان الله. يا الله يا زلمه فكرت امسك والله. ضرب على هاي الجزار، ما ادري شو اسمه لبس الجزار. بس شو منتصف الليل للقاتل شنو. ضرب على هيك العالم. يلا 10 العيون اليوم الاشخاص اللي راح يجوا عندنا على البث المباشر لعيونكم. اسم الصفحه لمبا جيمنج على الفيسبوك، جائزه 2000 شديش عشان تكون عارف. اذا بتربح بالرومات مع رومات الجائزه 2000 شديش. يلا ابلع 10 لعيونكم يلا. يا رب يا رب يطلع لنا شيء حلو يا رب. يا الله على هاللبس المسك. يا الله يا اخي كنت الاي كي الزربه، الاي كي الزربه فكرتها انه الاي كي اللي شو اسمه عفوا فكرت انه الثلجيه. يا الله زربه على هيك الفورتا جي وينك؟ شرفك شرفك لعنا ابو الوضع. الفورتا جي بدنا الفورتا جي اخوانا. انا كان فكر انه يطلع لي 5-6 من الفورتا جي. نفتح صندوق امداد من هاللبس المزك. يا الله اها نشوف نفتح. اوه هاي شنو اقتناء ولا غطاء؟ هاي لعنا ابو فكرت خوذي. يا رب يلا رجوع 10 العيون منه 10 العيون كل المشتركين والمتابعين تبعي حبايب القلب. يلا بنقول بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا الله على المؤقتات يا الله على المؤقت الشمطة. يا الله ثاني نعم نعم بس خلينا نشوف شوف شوف حتى لو فرض ايده مشان يقول ان هذا ما عنده فور ما في مكان. هذا قللش يا شباب انا بقول لكم هلا بضمن لكم 10 هاي العيون يلا 10 لعيوني بضمن لكم اذا ما طلعت من فور تلجيه ما بدي شيء ثاني. يلا نقول بسم الله 10 لعيوني يلا روح دف انفورت الجيب بالايه يعني بالجيب يا شباب بالجيب انفورت الجيب. ديسكت بدي اخرج مش ديسكت فقط. يلا قمنا اول شيء نفتح الامداد 10 بعدين نفتح اللي ببالك. يلا 10 10 الامداد لعيون مين ما كان يكون. خلينا نشوف حظك حظك. الله العظيم يلا 10 10 الكلاسيكي العيون اللي ببالك مين هذا ما بنعرف. يلا 10 العيون يلا نقول بسم الله. زرب على هاي البخاخات ومخاخات واشياء زرب يعني صراحة اللي ببالك ما بدي اقول ما بدي اقول
لا لا مش بقاقات، هاي الملزقات ملزقات ملزقات. هيا طلع زربة، هيا طلع زربة زربة هيش لاعب زربة. ما بقي غير 12، يعني نفتح واحدة بعد. أول شي افتح اثنين اثنتين اثنتين. أول شي 10، واحدة واحدة. بسم الله يا رب يا رب تطلعنا بال شو اسمه هاي ال ال شو اسمه واحدة واحدة ما بعرف. الله لبس حلو. أوه يا الله. يا أخي قلت لك واحدة واحدة أحسن. هيا طلع واحدة واحدة بيفتح. واحدة واحدة بقول لك أحسن. اللبسة حلوة طبعا صراحة. وينها؟ هون خفيفة هيك نظيفة يعني. وين هذا زلمة؟ موقف اللبسة هنا. هاي حلوة والله الحياة طلع حلوة. اللبسة حلوة حلو كثير يعني هيك مضبضبة وخفيفة ونظيفة يعني مش هيك كبير اللبس مشان الواحد يتضايق منه. صراحة حلو والله. بدي افتح واحد واحد احسن اقسم بالله احسن مليون مرة احسن. يعني شنو هاي المضرطة يا ربي. يلا بنقول واحد واحد بنقول بسم الله روح. او ماي الله يا زلمة الله بس صفرة ثانية. أنا قلت لك واحدة واحدة أحسن، واحدة واحدة أحسن يا زلمة. أنا بقول لك هدول اللبسات يعني شوف صار كثير عندي لبسات. شوف هذا هاي طلعت لي هاي خمسة أربعة طلعت يعني ثلاثة منهم قاتلين والثاني مش قاتلين بس والله حلو. يعني تطلع لك لبسات إنه هاي عندي اثنين. يا ربي ما بعرف انه هي عندي ولا ما عندي والله ما بعرف. يلا خير ان شاء الله. يلا يلا خليني افتح خليني باقي 10. بدي افتح واحده بدي افتح واحده واحده. خلي طول بالك طول بالك طول بالك. باقي 10 يا رب. نظارة شو بدي اسوي بالنظارة؟ مش اعمى انا مش بدي اسوي بالنظارة. بيقولوا انك تحط على اللبس اللي انت بدك اياها ما راح تطلع لك. انا بحط ليش شفتي يلا بنقول بسم الله بسم الله. انا بتعد اخوذ اقسم بالله ما عارف. عندي انت عندي يا جارب على هيش جارب صوت 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 خلينا نفتح هذا باقي 8. خلينا نفتح واحد واحد احسن. يقولوا احسن واحد واحد احسن. انا بقول لك سيلفر بسم الله. ما انا عارفه على حظ حسين المسعودي. تفضل يلا خلينا نشوف حظك. والله حظك حلو والله حظك حلو. هاي طلالي بسم الله حلو. اخي طلالي كثير لبسات. هاي واحد اثنين ثلاثة اقسم بالله ثلاثة شيء اربعة خمسة خمس اللبسات صراحة حلوين. هاي طلع حلوين حلوين. واحد يجرب مثلا فيهم حتى لو مش مسك كمان بس يعني واحد يمشي اموره فيها حاليا. يلا بنقول بسم الله. باقي لنا ستة بحظ زورو. يلا بحظ زورو هاي اللبس الاولى. يلا سيلفر حظ بحظ حظ الأعضاء الموجودين بالكلان تبعي. يلا يا زلمة شان الله قميص يا زلمة. شو بدي مسوي بالقميص؟ حظ حظ ابن سوريا. يلا حظ ابن سوريا. ابن سوريا شان الله. يلا حظ ماهركو. ولك عاش يا مارك ولك عاش. الباص طلع لنا باص المريمان. كل سنة مرة ألعب مريمان. آخ يا ماركو. يلا بحظ حظ منه بحظ منه بحظ بسروال. لا لا بسروال
ابو سروال بعدين. يلا ابو سروال ابو سروال لعيون ابو سروال امعب امعب 20 سيرفر. يلا 20 قلت 20 طلع 20 سيرفر. يلا باقي واحدة فقط، باقي واحدة فقط. اليه اليه الوحدة اليه. يلا بحظ حسين مسعود. يلا بحظك يا حسين مسعود. يلا 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 كمان مع حسين اطلع لبرا مشان الله. اذا ما معطينا لايك اعطينا، اذا ما مشترك اشترك، اذا ما مزبط الامور ضبط الامور واكتب اكتب الاي دي تبعك ومع تعليق حلو جدا منك، وكرر تعليقات ما في مشكله باليوتيوب. هذا هذا الفيديو اللي انت بتشوفه هلا، كرر تعليقات وكل عليك انك فقط تستنى. ان شاء الله الفيديو اللي راح ننزله المره الجايه راح يكون 10 اشخاص، راحهم كل واحد كاتب سي شده. فبتمنى انكم تطبقوا الشروط وان شاء الله الكل راح يربح. اوكي حبايب، يلا مع السلامه في فيديو جديد. باي باي.